كابتن رمضان طبعا معانا على الهاتف، المدير الفني لفريق الرجاء. كابتن رمضان مساء الخير عليك كابتن. تحياتي ليك يا محمد، وتحياتي للكابتن ماهر، وتحياتي لعمرو الحديد. يا كابتن رمضان. يا كابتن رمضان. كابتن، يمكن كباتن مصر هنا كانوا بيثنوا طبعا على مجهود حضرتك مع الفريق، واكيد موقف صعب ما زلتم فيه بالنسبه لجدول الدوري. والله الحمد لله، يعني احنا يمكن من فتره كبيره جدا ماشيين بخطوات ثابته وبخطوات كويسه قوي، وبنعمل نتائج ايجابيه الحقيقه. زي ما قلت قبل كده، اخر 8 مباريات احنا عندنا 7 نتائج ايجابيه، عندنا في اخر 8 مباريات 5 مباريات ما بيخشش مرمانا هدف. اعتقد ان احنا الحمد لله مجمعين بشكل كويس. احنا يمكن عندنا دلوقتي مباراه المقاصه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله. اعتقد ان احنا لو عملنا في المباراه دي يا محمد نتيجه ايجابيه، اعتقد هنقرب ونعمل ضغوط كبيره جدا 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 على وادي دجله وعلى الداخليه. يعني كابتن، بتشوف المرحله اللي جايه، يعني تقريبا انت فاضل عند حضرتك يعني أربع مباريات. يعني انا مش عايز اقول هل كابتن يعني رمضان عنده امل في التواجد في الدوري الممتاز؟ يعني اكيد اكيد اكيد، لان هتقول لان عندك لعيبتك اكيد بتتفرج، فما فيش شك. بص اقول لك حاجه يا محمد، انا من فتره كبيره جدا واحنا حتى كنا بعيد في الجدول، انا كنت بقول كده، بقول ان احنا هنلعب لاخر صفاره. اعتقد ان ده ما كانش كلام، ده كان عمل، وقدرنا نوصل لعيبتنا ان هم بيلعبوا في كل مباراه بيلعبوها على التاتا بولت. اعتقد النتائج الايجابيه بتقول كده، بتقول ان ده مش كلام نظري يعني. فاحنا الحمد لله المباريات اللي جايه، الاربع مباريات اللي جايين هنلعب على 12 بولت، ونشوف هنقصد منهم ايه. لكن احنا لو احنا عملنا نتائج ايجابيه في 3 مباريات فوز، اعتقد ان احنا قادرين ان شاء الله باذن الله ان احنا نتخطى الموقع اللي احنا فيه ده. توفيق ليك كابتن. كابتن ماهر، عايز تسال رمضان. ايوه يا رزاق حبيبي، مبارك لك رمضان. واحنا قلنا الكلام ده يمكن في اكتر من حلقه، وقلنا ان رمضان من المدربين الاكفاء جدا اللي عنده خبرات في الدوري الممتاز، ويمكن طبعا هو غير محظوظ ان هو يعني بيتعامل مع فرق بتكون بقى مهدده بهذا الشكل. لكن كنت اتمنى اقول لو رمضان موجود مع الرجاء من بدايه الموسم كان هيختلف اختلاف كلي، انك انت من المدربين اللي عندك خبرات بشكل كبير من ناحيه التعامل مع اللعيبه، من ناحيه اختيارك للاعبين، من ناحيه ادائك التكتيكي. فانا عايز اقول لك ان انت عندك ثقه، لان الحمد لله الثقه جت من خلال مباراه المكسب اللي انت يعني الحمد لله قدرت انك انت تاخدها، عكس وادي دجله. وادي دجله دلوقتي يمكن مشاكله ان هو ما بيكسبش، فعامله شيء من الاحباط. يعني ده الفارق اللي بينك وبين وادي دجله دلوقتي. فانت من خلال الاربع مباريات دول انا عارف انت بتفكر في ايه، يعني عارف اللي في دماغك انك انت واخدها كلها مباريات كؤوس، يعني بثلاث نقاط بالظبط. يعني انا وصل. ايوه يا رمضان، اتفضل يا كابتن. يعني انا هقول لك يا ماهر، يعني الكلام اللي انت بتقوله دوت، انا زي ما قلت دلوقتي لمحمد فاروق الحقيقه ان احنا لو عملنا نتيجه ايجابيه في مباراه المقاصه زي ما قلت لك هنضغط على وادي دجله بشكل كبير جدا جدا، لان حتى في التوقيت المباراه الثانيه ان شاء الله باذن الله هيبقى احنا بنلاعب نادي النصر، ونادي النصر طبعا فرقه بتقدم مباريات على مستوى عالي جدا، وفي نفس الوقت هم طبعا في اخر الجدول، وفي نفس الوقت الرجاء وادي دجله هيكون بيلاعب النادي الاهلي. فالامور لو احنا كسبنا ماتش المقاصه هنقرب بشكل كبير جدا ان احنا نبقى عاملين ضغطه كبيره جدا على وادي دجله وعلى يعني مباراه المقاصه بتمثل 6 بونت بالنسبه لك بالظبط. صح، ده بتمثل امل صح. بيوصل ل 80% في البقاء. كابتن عمرو، كابتن عمرو حبيبي بيقول لك 9 بونت يا كابتن تاخدهم تقعد. والله صح يا عمرو. كابتن رمضان، ازيك يا عمرو؟ ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا عمرو. ازيك؟ شوف يا كابتن، انت لسه حضرتك بتقول 12 بونت باربع مباريات يوصلوني مستريح. لا، زي ما حضرتك قلت دلوقتي، انت عودت فرقتك على 2 سيناريو، ال 12 بونت المجموعه كلها، ال 9 بونت 34 حضرتك تبقى موجود عشان انت بتلعب ساعتها بمكسبك ان شاء الله، ونتائج الماتشات الاخرى ما بتبقاش بتلعب على ماتشاتك انت بس. بالظبط يا عمرو، واحنا فعلا لو عملنا 9 بونت من 12 بونت اعتقد ان احنا هنروح لحته كويسه ان شاء الله باذن الله. كابتن، عايز اخدك للاهلي بقى، ويعني شايف مشوار النادي الاهلي في الوقت ده، خصوصا يعني ان فاضل مباراه متبقيه، خلاص الاهلي حسم بطوله الدوري، داخل في كاس مصر كابتن امام الداخليه، ثم مباراه مهمه امام الترجي في اولى مبارياته في يعني دوري المجموعات في الدور 16 كابتن. النادي الاهلي يا محمد، انا اعتقد يعني يمكن لو بنتكلم على المسابقه المحليه
النادي الاهلي في مكانه وبقيه المسابقه كلها في مكان بقيه الانديه في مكانه ثانيه خالص. النادي الاهلي بعيد خالص عن الانديه الحقيقه. يعني لما نعمل تقييم فني للنادي الاهلي لا غير خالص خالص خالص. النادي الاهلي انا في رايي بشيد بحسام حسام البدر الحقيقه في خلال موسمين عامل اداء ولا اروع، عامل اداء انا بقول لك الكره اللي بيلعبها النادي الاهلي الموسم اللي فات والموسم ده بتقرب من الكره الاوروبيه بشكل كبير جدا. النادي الاهلي هيكمل مبارياته اللي جايه لان ما ينفعش النادي الاهلي ان هو يلعب مباراه ويبقى مثلا بيلعبها بتخاذل، لا النادي الاهلي هيلعب المباريات اللي جايه كلها عشان يكسب المباريات عشان الارقام. صحيح. هو بيحطم ارقام في خلال المباريات اللي جايه ديت، وفي نفس الوقت هو طبعا بيستعد استعداد جدي جدا وقوي جدا لمسابقه كاس مصر وفي نفس الوقت لمباراه الترجي. اعتقد النادي الاهلي الموسم ده قادر ان شاء الله باذن الله ان هو يحسم البطوله الافريقيه اللي هو فقدها الحقيقه في الموسم الماضي، يعني يمكن هو ادى مباراتين الحقيقه مع الوداد بشكل مميز جدا جدا، لكن هو كان غير موفق في يمكن مع حتى في بالنسبه للطاقم التحكيم في المباراتين، لكن النادي الاهلي قادر الموسم ده ان يحسم البطوله. يا رب ان شاء الله كابتن، يعني وحضرتك بتتكلم كده دي هي بطوله محببه خلاص لجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء مجلس الله. مجلس اداره النادي الاهلي اكيد يعني بيدعم بشكل كبير الفريق عشان الحصول عليها، خلاص جمهور النادي الاهلي لا يقبل غير بالفوز يا كابتن. يا رب كل التوفيق يا كابتن الفريق. اشكرك كابتن والتوفيق ليك كابتن، يعني نتمنى طبعا المجهود الكبير اللي بتقوم بيه يتجن ثماره ان شاء الله في هذا الموسم. كابتن رمضان السيد طبعا المدير الفني لفريق الرجاء. كابتن خليني بقى اروح